أخبار اليوم. The way for this fanatical and terroristic group to prevail, and once by harboring the leaders and advocates of Islamic extremism. دعم التطرف الإسلامي. أنا لا أعتقد أن هناك حاجة لإعادة التفكير في الموقف البريطاني والسياسة المرتبطة بالإرهابيين. Without any exception, including the Muslim Brotherhood, which is the mother of all terroristic groups. Well, first of all, I think those people who say أعتقد أن هؤلاء الذين يقولون أن مشكلة الإسلاميين والتطرف الإسلامي العنيف تسبب فيه ما حدث في العراق أو ما حدث في ليبيا أو أي مكان آخر، المسؤولية الرئيسية التي يجب أن يواجهوها هو أن هذه هي أحدى صور التطرف العنيف الإسلامي والتي حدثت في هجمات 11 سبتمبر، وبعد ذلك حدث ما حدث في العراق، وبعد ذلك في ليبيا. إذن هجمات 11 سبتمبر حدثت أولا. وأود أن أقول لكم أن مشكلة العنف والتطرف الإسلامي أصبحت مشكلة متنامية، وهي مشكلة تؤثر على المعركة التي تجري حتى داخل الإسلام. أنا أعرف أن الإسلام دين سلام، دين تسامح، ويتحدث كذلك عن مصدر القوة بالإضافة إلى التسامح. وهناك أقلية قد اتخذت الدين سبيل لتحقيق أشياء، وقد قامت بتسليم الأفكار حول الدين من خلال تنفيذ مجموعة من الهجمات الإرهابية وقتل وقطع الرؤوس. كل هذه الأشياء التي يتم القيام بها من قبل داعش في سوريا والعراق، وكذلك المجموعات الإرهابية المتطرفة الموجودة في مختلف أنحاء العالم. والأسلوب الذي يتبعونه هو أننا يجب أن نفكر فيه، ويجب كذلك أن نتصرف تجاه ذلك. بالنسبة لما تقوم به القاعدة، فقد حدث على مدار سنوات طويلة كما شهدنا. وبالنسبة لإخوان المسلمين، فما نقوم به في بريطانيا أننا نحكم على الناس بناء على ما يقومون به، وإذا كانوا يقومون بأي عنف فهؤلاء أشخاص قد خرقوا القانون، ويجب أن يتم ملاحقتهم ومحاسبتهم بحسب ما ناقشناه اليوم. وأعتقد أننا كما نرى دائما في بريطانيا، فإن هناك توجه لمكافحة التطرف، كل أنواع التطرف، وكذلك للتعامل مع كل هؤلاء المتطرفين الذين يدعون إلى العنف، وهؤلاء المتطرفين الذين يشجعون الآخرين على تنفيذ العنف. هذا هو التوجه الذي نتبناه نحن في المملكة المتحدة.